المخاول رقم واحد باش يحكي على ترجي كما يزعي. والله تشكيلة نشوفها صحيح، ممكن طريقة اللاعب اللي باش يلعب بها الرديج عادي 3 5 2 و 3 4 3، ممكن تصرف اللاعبين قاعد راضي قاعد يبدل وقاعد ينوع في التغييرات نتاعو. وسمحني نقص عليك، كمان ظهر لي ماهوش شوا اليوم خاطر عنده الفادع ومشموم مرضوا بين الزوز. اي ممكن، اي ممكن حكم الاصابات، لكن نعرفوا اللي راضي من اول ما جا ديما طريقة اللي يحب طريقة اللعب نتاعو تكون حاب يغيرها في الترجي، مرة 3 4 3 مرة 3 5 2. دونك اليوم كما قلت ممكن بالغيابات ممكن بحكم الإصابات لقى روحه مجبور باش يلعب بالطريقة هذه، لكن في الترجي الرياضي التونسي فما الرصيد البشري، حتى كي تكون فما غيابات ما تنجمش تأثر على الفريق. صحيح المباراة نتاع اليوم مباراة على المرتبة الأولانية، مباراة صحيح ما فيهاش رهان كبير، لكن ديما مباراة تضم ديما المدرب يحاول يخرج منهم اقصى حاجه للتطبيق للاعبين، الانتصار حتى يكون انتصار معنوي، الخروج من دوري المجموعات في المرتبه الاولانيه، الترشح. دونك ديما هذم كل عوامل اللي يخليه اللاعب تحفيز نوعا ما، تحفيز للاعب وتحفيز للمجموعه. بالنسبه للترجي ان شاء الله تكون انتصار على قليله، نخرجوا في منتصرين في المرتبه الاولانيه. تعرف شنو رايك في التشكيله وخاصه غياب رمضان اليوم؟ ينجم يكون معناتها ماتش مهم، ينجم مدرب يعطي راحه للملاعب معناها في ماتش كيما هكا. راح نتصور فاتيغ لو جمعه وثلاث كونتر مالي وبرنزان. دو فواياج ماشي. دو فواياج واللي زادفيرسير ديريكت نتاع محمد علي كانوا كاسحين على الاخر. عمل وحتى باكيتا راه تحصص ملاعبيه نتاع شباب الوزداد. عمل ماتش كبير ولو انه فما برشا سمعت اللي قالوا محمد علي برمضان متوسط ولا لا، سورتو في مالي راه عمل ماتش كبير، راه نضربوا مع احسن من احسن المنتخبات اللي خرجوا، راه نرجعوا نحكيو على المنتخبات، راه خير من كاميرون وخير من غانا وخير من اقوى لي ميليو. هاي برشا انرجي تحط في الـ في الـ في الماتش تاع مالي ثلاث جمعه وثلاث، دونك لوجيك نتصور بريكش بدايه اوجاع ولا حاجه حاشو بيت باش ترجع البطوله تو، باش ترجع بعد باش يونشيني بعد تشامبيونز ليج مونديال جي، ما فماش برشا وقت الكالندري سريع على الاخر، اما فرصه كما قال توا كمال عنده فما الافكتيف عنده علاش يدلل. دونك اليوم شعلاني وبوغرين وكوليبالي حاجه واحده نستناو كيفاش باش نشوفوهم واقفين في التيران، لانه 3 5 2 لهنا باش نشوفوا كيفاش الوقفه نتاع ايوالا وين. في اعتقادي 3 4 3 اكثر يعني. بوغرين وايوالا على جناب ويدوه مهاجم ولا؟ فوالا ممكن بوغرين يميل اكثر على اليسار معناها باش في صناعة اللعب لاعبي معناها تريز انتيليجون، بدل 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 حتى الوجه الهجومي نتاع الترجي بك اللمسه الفنيه ملاعبي عنده برشا ترجي من سعد بقير اللي كان في فتره في الفتره الاخرانيه نتاعو في الترجي خاصه في الباليريتي معناها فما كاليتي كبيره برشا البوغرين وفي اللعب تكنيك ما معناها من سعد بقير ما شفناش ملاعب يصنع في اللعب في الترجي ويتحكم ويعطي كونفيونس لاصحابه معناها كاليتي تكنيك نقولوا احنا ليفل عالي معناها حاجه باهيه هذا عاون برشا الترجي. لو كي نحكيو على تحسن الترجي نتاع الجعايدي راهو منهم العوامل منهم اللي هو بوغرين. اي ولا انا حسب رايي كل ما يكون معناها حتى في الكولوار باسيف شويه معناها كل ما يقرب للسيرفاس يكون اخطر يكون ينجم يعاون يدور الناس كلها عرفته يخدم برشا الى اصحابه يتعب ليزادفيرسير معناها سير بلون فيزيكي قوي ماهوش هداف لكن دخل في المنظومه نتاع جعايدي. رشيد العرفاوي لعبها على اليمين معناها كسونتري دروا لعبها جربها اول عام ونجح معناها رشيد العرفاوي من احسن اللاعبين في الترجي تو وين تحطه تلقاه ملاعب بولي بالون ملاعب انتليجون معناها كان درب عندي في النادي الافريقي اسلام لاعب يعمل باك بلس 3 سبور ثقافه ونظافه والانتليجونس معناها ويحب يوصل معناها من عاود بناء من الاول جديد عمل عامين في سليمان وبعد في الترجي بالافكتيف هذا الكل وديما تلقاه يا ارير دروا يا اتاكون. دونك لهنا الميريت يرجع له معناها كي يبدا واحد ملاعب يتعب ويخدم نتكلموا عليه ونقولوا عليه الكلام اللي يستحقه ونستناو الانيماسيون في مخ راضي وين ماشي الاكثريه كيفاش باش يتحركوا سورتو لي دو اتاكون وبوغرين لي دو لاتيروم واضحين باش يكونوا معناها لي دو زيكسونتريك باش واضحين باش يكونوا عندهم اكثر حريه للقدام ونستناو الروندمون خاصه نتاع وسط الميدان وبدران مش موافق بالعكس هو احسن حاجه انه مش يلعب ماتش فيسع معناها بعد ديسيبسيون تاع الجزائر انه ما تنجم تنسيه كان الكره معناها كي يدخل في ماتش اوفيسيل ساي ينسى الديسيبسيون اللي صارت لهم
ونستنى ان شاء الله، ان شاء الله بالتوفيق للترجي. انت حكيت على البدري، خلينا نسالك على البدري، هذه لغز ولا في الترجي وحتى في المنتخب ظهر منيع بكم من احسن لاعبيه في تونس اليوم، ظهر لي خطوه كبيره عملها التالي وكي اصابات لكن برشا نايم. جيت باش نحكي شويه على بالرمضان، بالرمضان عمل لها ريتم دون فير من ديبي سيزون حتى لتوا، يعني لوجيك ياسر انه راضي جعادي يخليه يرتاح تقريبا حتى في مباريات البطوله الكلهم يتبدلوا الا بالرمضان ما يتبدلش. حتى غيلين تلقى غيلين قداش من ماتش يلعب حتى على البنك ويدخل من بعد، لكن بالرمضان يقعد ماتش كامل يلعب الوحيد اللي ما يتغيرش، يعني عادي جدا انه راضي جعادي ما يبدلوش. كذلك في التشكيله الحاجه الباهي انه في راضي جعادي ذولي تفكير نتاع مدافع مش قاعد يبدل في اللاكس نتاعو بن شريفيه واللي دوزاكسيو الديريه كان قبل عمامه، لكن كي رجع بدران رجع اللاكس نتاعو ظاهر انه راضي جعادي يخمم تخمام نتاع التخمام الانجليزي اللي عندك الديفونس ما بدلهاش اللي هو الحارس المرمى واللي دوزاكسيو نتاعو. فما بوغرين انكونتيستابل يظهر لي ولا ايوالا كيف كيف ويدو يظهر لي كانه راضي جعادي ظاهرين الملاعبين نتاعو الاساسيين واضحين، يعني التشكيله نتاعو هذيك هي حتى في مباريات كيما مباراه اليوم بالوزداد ما يبدلهمش، يعني كان ينجم اليوم ما نلقاوش بوغرين، كنا نجمو ما نلقاوش ولا نلقاو ملاعب اخر، لا في مباراه كيف اليوم نلقاو الملاعبين هذوما موجودين يحافظ على السكوليت نتاعو ويبدل كلكو جوار اللي هما ينجموا يتبدلوا عنده الاخرين ما يتبدلوش. باش نرجع للبدري، بالنسبه لي البدري انا هو انسان زاد في عقليته راهو ممتاز جدا، راهو البدري بروفيسيونيل، يعني وقت اللي يقول لك انا حاضر حاضر، وقت اللي انا ما نجمش نكون حاضر ما نجمش نكون حاضر. ما نتصورش انه انيس البدري حاضر وراضي جعادي ما يلعبوش، يعني انيس البدري يحب يحضر 100% وتلقاه موجود 100%. ما عادش في شيء. هذيك 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 حاجه اخرى، هو الاصابه نتاعو راهي الاصابه معناها صعيبه برشا، وفي اللهجه هذيك ماهيش بالسهل انك في تفكير راضي جعادي انه ماهوش من لي برومي جور اللي عنده، ما نتصورش لانه ملاعبي كيما انيس البدري معناها نجم نستحقوا في سورتو في الكومبيتيسيون افريكان بالاكسبيرونس اللي عنده ينجم يكون وعنده بلاصه زاد حتى مع المنتخب. قاعدين نشوفوا في المنتخب نحتاجوه برشا ان شاء الله ان شاء الله. ما نتصورش انه الاداره ماهيش بتجدد والا راضي الجعادي مش مقتنع بملاعبي كيما انيس البدري، ان شاء الله يرجع ومسحقينه في الترجي وفي المنتخب زاد. كمال شوف حاجه قاعده تبدل برشا حبايب يحكيوا على بصمه نتاع الجعادي، لعب معك انت راضي هكا ولا شوف فما بصمه نتاع راضي قاعده تصير في الترجي التونسي، برشا رضا على الاداء ولو انه نتائج مره تبع مره لا. شوف صحيح فما كما قلت نتائج تبع مره كل مره كيفاش النتائج، لكن تحس راضي مازال عنده شويه وقت، يعني مازال فما حاجته محتاج شويه وقت اكثر باش ممكن يلقى الفورمول الباهيه وصحيحه للترجي، خاطر شفنا الترجي في عديد المباريات شوط بشوط، شوط يكون باهي شوط يكون دون المستوى، لكن تحس اللي راضي قاعد يخدم في خدمه كبيره برشا مع اللاعبين مع المجموعه مع الفريق كامل. هاوك علاش حتى الغيابات ما تحسش اللي فما برشا غيابات، ما تحسش اللي اللاعب وقت اللي يغيب ياثر على الفريق، ديما فما تغييرات، ديما فما طريقه لعب جديده، ديما فما حتى طريقه اللعب وقت اللي تلعب 3 5 2 ولا 3 4 3 ولا حتى 4 3 3 ما تحسش اللي الفريق تاع الترجي من 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 الرسم التكتيكي هذا الرسم التكتيكي الثاني تغير، ولا تحسوا يعني اللاعبين ما فهموش، لا فما طريقه اللي يخدم بها راضي جعايدي طريقه بالنسبه لي انا تعتبر ناجحه، لكن يبقى العامل الوقت هو الاهم حاجه بالنسبه لينا. بالنسبه للمدرب ديما يحب ماذا بيه باكثر وقت باكثر حصص تمرينيه اكثر مباريات، وتنساش هذا الكوبير هذوما اللي موجودين في الشامبيونات، كل مره كل ما تبدا البطوله موجوده واللاعبين ياخذوا الريتم النسق نتاع المباريات وياخذوا المباريات كل مباراه وحدها، بعد يجي فما كوبير نتاع المنتخب في العالم الكل هكا. اي في العالم الكل، لكن احنا في الفتره الاخرانيه قعدنا شهرين ممكن ما لعبناش. اللي صار هذيك عمره ما صار. راهو قعدنا شهرين ما لعبناش. كوبا لاو بولكانو تجاوا مع بعض. 72 يوم يعني فهمت، يعني فتره كبيره برشا. حتى اللاعب كيفاش باش تكون التحضيرات نتاعو، كيفاش باش تحضر المباريات، كيفاش باش يعني باش تفسخ وتعاود من الاول جديد، وهذا اللي شفناه في ليزيشيك نتاع الفرق التونسيه نتاعنا، يعني نجم الساحلي ونادي الصفاقسي نحب ولا نكره، ثم اشياء تاثر كما قلت لك، تاثر على تاثر على الفريق وتاثر على حتى على المدرب، حتى على المدرب يبدا التفكير نتاعو ما يعرفش على روحك كيفاش التحضيرات لازمها تكون، كيفاش اللاعبين يلزمهم يحضروا. هو البارح راضي في الكونفرنس دو بريس ضحك شويه
قال كلمة زلق وبعد تراجع فيها، قال فمش حتى مدرب يحب من لعبيته يمشي للمنتخب معناه، وبعد قال بون تراجع شوية في الكلمة، لكن تحسه متقلق معناه من داخل. بطبيعة اوكي تبدا عندك عدد كبير من اللاعبين موجودين في المنتخب التونسي ولا في حتى من المنتخب الجزائري ولا حتى في المنتخبات اخرى تتقلق يعني، طبيعي طبيعي جدا. ماذا بيه ديما المدرب من اللاعبين كل ما عنده منتخب يلعب ولا ما يلعبش ديما موجودين عنده، المجموعة تبدا موجودة عنده. لكن كما قلت لك ديما الوقوف هذا يتوقف البطولة، هو اللي يقلق اكثر وهو اللي يكسر الريتم نتاع اللاعبين ويكسر الريتم خاصة نتاع المدرب وقت اللي يجي ويحب يحط افكار جديدة في الفريق ويبني افكار جديدة في المجموعة. دونك ديما يلقى روحه ويخدم على 11 12 13 لاعب والبقية تقام موجودين في المنتخب الاول المنتخب الاولمبي ولا المنتخبات الاخرى.